العمل قطعة من الإنسان ذابت فتحولت إلى طاقة. العمل ذوبان الإنسان، الذوبان الحركة، الحركة طاقة، الطاقة تفاعل الذات، التفاعل خطاب الذات مع الخارج. عاطف الجبيلي أخرج نفسه من حدود الذات ذائبا في العمل والعطاء. العمل تحول الإنسان تدريجيا إلى تاريخ. العمل حركة تحول، التحول طاقة، الطاقة تطور، التطور تفاعل الإنسان مع الحياة، التفاعل مع الحياة بناء وإعمار، البناء والإعمار تأسيس لحضارة. عاطف الجبيلي فاعل متحرك، طاقة تطور، مؤسس بناء. التفاعل مع الحياة بصمة للتاريخ، البصمة بانت باهتة، حفرت البصمة باتت مقطوعة، مجتمع يبني مؤسساته، حرف صامت نقرأه. عاطف الجبيلي يسمعنا صوتا غير الحرف المحفوظ. في أرض التاريخ ينبت أولاد التاريخ. التاريخ متكلم أبدا، نسمعه في الدروب العتيقة، في التراب المعشعش بين الشقوق، في الحواري المسكوفة أخفية، في وقع أقدام ولا مشارك. في تلك الدروب من أرض التاريخ الذي نسمعه ولا نراه، من صيدا، هو صيدا التاريخ. عاطف الجبيلي صيدا القلعة والخان ومراكب الصيادين وعودة البحارة من ليل ظليمة، ساحة السراي والحكواتي عند وزيد الهلالي، حكاية ألف ليل وليل، صيدا مجلة مطبعة عرفان، كلية مقاصد، مدرسة 1972، مقهى جال 40، كركبة الدراجين، طقطقة المسافر، طقطقة حجر الدومينو، طرقات النحاسين وأصوات الباعة النغم وأشياء وأشياء، لوحات ترسم، إيقاعات لها رجع صدى في ذهن صغير من يوم كان، خيال واختزان ذاكرة وصور. عبد الجبيلي حمل نوله من هناك، نول الحركة الجادة. 50 عاما نسيجة من كل الألوان والأصداق والحكاية، 50 عاما ينسج فيها الأحلام والآمال والطموحات، 50 عاما وعلى دوره ينسج معه جيل بعد جيل، 50 عاما وعاطف الجبيلي هو الصوت المحبوب بل هو الصوت المسموع،